أسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم إن شاء الله تعالى. يعني سورة من صور التدبر والتأمل لآيات الله سبحانه وتعالى، وقد عشنا في هذه الليلة مع سورة الكهف. ومعنا أخونا الشيخ محمود، ميكروفونك لو ما غلطتش ولا غلطة تديك جايزة $50. خلاص؟ لا، ما انت كده هنا، وهم دول برضو هنخش في الجوائز بتاعتهم ان شاء الله عز وجل. جاهز؟ جاهز، توكلنا على الله. عايزك معايا بقى كده، دي جايزة فعلا خلاص بقت ثابتة، بس عايزك كده سريع على طول. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف سورة مكية، وهي إحدى خمس سور بدأت بالحمد لله سبحانه وتعالى. الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. ولأن القرآن أيها الأحبة الكرام ما أنزله الله جل وعلا لمجرد الحفظ أو القراءة أو الاستمتاع بتلاوته أو قراءته تفسيراً وتأويلاً، وإنما أنزله الله جل وعلا للتدبر، حيث يقول ربنا جل وعلا في سورة النساء: أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثلها في سورة محمد، حيث يقول ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا تأملنا سورة الكهف وجدنا الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أربع قصص، مع كل قصة فتنة ولكل فتنة نجاة. وأول هذه القصص هي قصة أصحاب الكهف، وفيها يقول ربنا جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأما القصة الثانية فهي قصة الصاحبين، صاحب الجنة وأخيه، وفيها يقول ربنا جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وأما القصة الثالثة فهي قصة نبي الله جل وعلا موسى مع العبد الصالح الخضر، وفيه يقول ربنا جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وأما القصة الرابعة فهي قصة الرجل الصالح والحاكم العادل ذو القرنين، وفيها يقول ربنا جل وعلا: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وفي كل قصة من هذه القصص تجد فتنة من الفتن. فقصة أصحاب الكهف الفتنة فيها في الدين، وقصة القصة الثانية قصة صاحب الجنة الفتنة فيها فتنة الدنيا، وعلى وجه الخصوص في المال والولد. وأما القصة الثالثة موسى والخضر فهي قصة رمزية حقيقية، والفتنة فيها في العلم. وأما القصة الرابعة فقصة ذي القرنين، والفتنة فيها في الحكم والسلطان. كل واحد منا فتنته في واحد أو اثنين على الأقل أو ثلاثة من دول. الرابعة دي مش بتاعتنا،
احنا غلابه وملناش فيها، مش كده ولا ايه؟ او قد يكون السلطان ان تكون مسؤولا عن بيتك وعن سلطتك عن اولادك. فهذه فتن اربعه في قصص اربع. وفي الوسط بين هذه الفتن الاربعه هناك قضيه خطيره تكمن في اساس هذه الفتن الاربعه، وهي الشيطان. الشيطان وهو المحرك للفساد في هذه الامور الاربعه. وقد تحدث الله جل وعلا عن ابليس في وسط هذه الصوره، وتقريبا يمكن في حدود الايه 50 51، وفيها يقول ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولأن الشيطان نموذج من نموذج الفساد من بداية خلق آدم، بل من قبل خلق آدم، إلا أن له شبيه وله مثيل يتمثل في المسيح الدجال. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكافي عصمه الله جل وعلا من فتنة المسيح الدجال. ولهذا تبقى سورة الكافي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في كل أسبوع مرة. ليه؟ عشان تذكرك بفتنة الدين وفتنة المال والولد وفتنة العلم وفتنة السلطان. طيب، العجيب هنا أن كل فتنة من هذه الفتن الأربعة جعل الله جل وعلا لنا مفتاحا أو قارب نجاة تستطيع من خلاله أن تنجو من هذا كله إن شاء الله تعالى. قوارب النجاة في قصة أصحاب الكهف اللي هي فتنة الدين تكمن في أمور متعددة. أولا في قضية الدين، أنت تحتاج ألا تعمل وحدك، وإنما تحتاج أن تكون مع مجموعة من الخلق اللي هو بيسميه العلماء العمل المؤسسي أو العمل الجماعي. ولهذا تحدث الله جل وعلا عن أصحاب الكهف على اعتبار أنهم واحد ولا اثنين ولا مجموعة؟ مجموعة. وفيها يقول ربنا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يبقى أول واحد عشان تنجو في دينك ما تعيش لوحدك، اوعى تكون لوحدك، لا ده أنت محتاج إيه؟ ها؟ محتاج حد يعينك، يبقى الصحبة الصالحة. ولذلك تجد الصورة بتركز على هذا الأمر. يقول ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. اثنين، لما انت هتكون مع الصحبة الصالحة مش عايشين لنفسكم وإنما عايشين لكم ولغيركم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يبقى أصحاب دعوة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا، يبقى واحد الصحبة الصالحة، اثنين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله كانت موجودة مع هؤلاء وهم يدعون قومهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، قضية الإخلاص لله جل وعلا لابد أن تكون موجودة، عملك لابد أن يكون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب الكهف هنا في هذه الحالة قالوا ربنا الله، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يبقى لابد أن يكون الإخلاص حاضرا. عايز تنجو بدينك أهم ثلاث حاجات: صحبة صالحة، دعوة إلى الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تعالى القضية الثانية، الجماعة اثنين، واحد عنده جنة وواحد عنده جنة، عنده بستان وعنده بستان، لكن واحد مفكر ان هو لما جه من 30-40 سنة يقول لك كنت بشتغل وكنت بعمل وبعدين وعملت وسويت، ما كان جنب منك بالضبط وكان جاي معاه فلوس وأصبح فاشل. فلا بد أن تدرك من البداية أن نجاحك في الدنيا، جوازك اللي عندك وعندك أولاد، إياك أن تظن أن كثرة المال التي عندك وأن الأولاد الذين رزقك الله جل وعلا بهم، إياك أن تتخيل أن ذلك من تخطيطك.
وإنما هو محض توفيق الله جل وعلا. ولذلك قال الصاحب الصالح لهذا الصاحب الفاسد، قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا لا قوة إلا بالله. يبقى ما فيش حاجة من عندك ولا من عندي، لا بتخطيطي ولا تخطيطك ولا ترتيبي ولا ترتيبك، وإنما هذا من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة في النجاة هنا التبرؤ من حظ النفس. رقم واحد، التبرؤ من حظ النفس، ده معناه إيه؟ معناه التوكل على الله سبحانه وتعالى. اثنين، عشان تنجو من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المال والولد، لابد أن تدرك حقيقة الدنيا. ولذلك قال ربنا بعد القصة مباشرة: واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يبقى دي الدنيا، الدنيا دي طبيعتها شيء عامل زي زرع عندك، زرعته طلع وكبر واخضر، بعد ما كبر واخضر ايه اللي بيحصل؟ اصبح هشيما تذروه الرياح. ولذلك قال ربنا جل وعلا عن المال والبنون: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل ده النجاة هنا التبرؤ من حظ النفس وإدراك حقيقة الدنيا. مع هذا وقبل هذا وأثناء هذا لابد أن تكون متوكلا على الله ومؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول العبد الصالح: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب بعد الأمور دي على الأقل تبقى موجودة معانا، نيجي لفتنة العلم اللي ربنا اداله علم، بيتخيل إن العلم اللي عنده لأنه كان بيذاكر وقاعد وبيدرس، وأبوه مفكر برضو إنه هو اللي جاب المدرسين. لا والله، والله هو محض توفيق من الله جل وعلا. ولذلك موسى بن عمران عليه السلام لما حدث إنه هو يعني حس أو شعر، وسئل موسى عليه السلام: في حد أعلم منك يا كليم الله؟ قال: لا مفيش حد. فيقوم ربنا يقول له يعلمه بقى، يقول له: لا اطلع كده وخد الغلام بتاعك والفتى اللي معاك وروح وتنك ماشي لحد ما تلاقي عبد صالح هتتعلم منه. طب فتنة العلم، فتنة العلم ديت محتاجة أمور، قوارب نجاة تعصم هذا الإنسان الذي أعطاه الله جل وعلا العلم. أول حاجة التواضع. العالم اللي عنده صورة من صور الكبر والتعالي على الناس ما ينفعش. ولذلك موسى عليه السلام ربنا قال له: اتعلم يا كريم الله، اتعلم روح، مش انت كريم الله؟ أيهما أفضل، الخضر أم موسى؟ قولا واحدا موسى عليه السلام. لكن يظل الإنسان مهما كان هناك من هو أعلم منه وهناك من هو أفضل منه. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وربنا قال للنبي: اطلب الزيادة من العلم. فقال له: وقل ربي زدني علما. التواضع في العلم محتاج كمان صبر. ولذلك الخضر ما بيكلم سيدنا موسى بيقول له ايه؟ بيقول له: قال لن تستطيع معي صبرا. وبعدين يبرهن له ان هو مش هيقدر يصبر، لان العلم اللي عنده محدود، علمه يتعلق بالظاهر. فقال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ولان العلم مهم جدا للغايه فلا بد ان تكون هناك استعانه بالله جل وعلا. ولذلك قال موسى عليه السلام: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك
لك أمرا. ده أيضا دي بعض القوارب النجاة التي تعصم الإنسان من الزلل في قضية العلم. لكن مهم إنك تجد إن العلم مش مجرد قراءة كتاب ولا واحد قاعد على مكتب وبيقول ولا واحد بيألف كتب. لا لا لا، القضية أكبر من كده، لأن ممكن يكون عنده العلم وما عندوش الفهم. ولذلك موسى عليه السلام قال له الخضر: وكيف تصبره؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما لم تحط به خبرا، انت عندك علم لكن ما عندكش الفهم الحقيقي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن نبيين من انبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، نبي وولده. فقال سبحانه وتعالى عن نبي الله سليمان ونبي الله داود: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. السلطان الحاكم، الحاكم ما تخافش من شرع بعيد، الحاكم ما تضحكش، الحاكم والسلطان وأشد الناس سوءا في أرض الله من خلق الله هم السلاطين المجرمون الذين يستبدون في الأرض. ما روحتش بعيد، أنا هنا لسه في الكهف، ما طلعتش من الكهف. طيب السلطان الظالم، علشان الإنسان صاحب الحكم حتى وإن كان بيحكم 2 أو 3 أو 10 وازداد الأمر بأمية، اسمع إلى ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. راع يسترعيه الله رعية، الحديث ده مش مقصود به الحاكم والسلطان بس، ده مقصود به أنا وإنت وكل واحد مننا. أنا مسؤول في بيتي وإنت مسؤول في بيتك، كل واحد مسؤول في بيته، مسؤول في العمل بتاعه عن موظف أو 2 أو 3 أو 10، سيحاسب الجميع. ولذلك الرجل ما هو سلطان في بيته، مش كده ولا إيه؟ ولذلك لو كان متزوجاً من 2 ومال إلى أحدهما جيء به يوم القيامة وشقه مائل. ليه؟ لأنه ما عدلش. طب يا سلطان عشان تنجو من هذا الأمر، قال لك رقم 1 لابد أن يكون بين الناس بمبدأ الشورى. ولذلك قال لهم، قعد معهم بيكلموه، قال: أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ومهم عند السلطان عشان ربنا يكرمه أن يكون مستعينا بالله، متوكلا على الله، ناسبا الفضل كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هذا، قال هذا فراق بيني وبينك. لا، قال هذا رحمة، قال هذا رحمة من ربي. هذا رحمة من ربي. عندنا بيخش مجلس الشعب وينتخبوه بالتزوير ويجي والنصب والاحتيال، وأول ما ينتخب أول ما يجي يجيب يافطة كبيرة كده يحطها وراه: هذا من فضل ربي. ولذلك واحد منهم قال وبيس في المنام، قال له: يا نصاب، ده انت ناجح بالغش والتدليس، ده من عندي مش من عند ربنا، لان الغش والتدليس ما بيجيش من عند ربنا. دي النقاط المهمه اللي هي موجوده في قوارب النجاه في هؤلاء هذه الفتن الاربعه. لكن لاحظ ان في نقطه مهمه جدا للغايه موجوده وحاضره، وهي ذكرتها هنا لكنها لابد أن تكون موجودة في كل أمر من هذه الأمور: الدعوة. الدعوة، الدعوة لابد أن يكون الإنسان صاحب دعوة. اوعى تقولي أصلا أنا ماليش في الدعوة. لا، لازم أن يكون لك في الدعوة. ما انتش جاي الجامع ومعتكف وبتصوم وبتصلي عشان نفسك أو عشان نفسي. لا، لابد من الدعوة، لابد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دول دعوة ولا ما دعوش؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض. الحوار بين صاحب الجنة المؤمن والراجل الكافر، لا، في حوار جميل وفيه دعوة، مش كده ولا إيه؟ فيه دعوة، والدعوة حاضرة، وأعمل بيحاول فيه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد.
سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، الدعوة حاضرة من البداية حتى النهاية، وعلمناه من لدنا علما، فاستخدمه في الدعوة. وهذا أيضا كان صاحب دعوة، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. طيب أنا عندي بقى الفتن دي موجودة، وعندي شيطان وعندي دجال، إيه اللي يخليني بقى بأمور فيها تفصيلات؟ مجمل هذا كله أو هذا كله في أمرين اثنين. الأمر الأول موجود في القرآن، والأمر الثاني موجود في الرسول. ولذلك ستجد الصورة، كل الصورة صورة يذكر في أولها القرآن، وفي أوسطها القرآن، وفي آخرها القرآن، وفي آخرها الرسول، وفي وسطها الرسول، وفي أولها الرسول. اسمع إلى قوله تعالى وهو يتحدث في أول آية، فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل على من؟ عبده الرسول. أنزل على عبده إيه؟ الكتاب. طيب تعال في النص، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شوف الآية دي رقم كده، ولقد صرفنا، وهات لي بعدها كمان وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. آية القرآن رقم كام؟ 53 54 تقريبا؟ كام؟ 50 54. واللي بعدها ديت ومن بعدها بآية 2 على طول 5. مش عارف انت بتسألني، هو معايا المصحف 56. هات لي بقى آخر آية، الآية اللي قبل الأخيرة، واللي سورة الكهف 111 مش كده؟ 110 شور 110 110 آية. اسمع بقى في آخر ما نزل في آخر هذه السورة، يقول ربنا جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قبلها، لا أنا عايز قبلها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات الله، والقرآن كلمات الله، مش كده ولا ايه؟ لنفذ البحر. تيجي بقى آخر آية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص لابد أن يكون موجود. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. في الدين محتاج الإخلاص، في أمور الدنيا محتاج الإخلاص، في العلم محتاج الإخلاص، في كذلك السلطان لابد أن يكون الإنسان مخلصا للنبي عليه الصلاة والسلام، مخلصا لله جل وعلا. فبالقرآن يعصم الإنسان من الشيطان، وبالرسول يعصم الإنسان من الدجال. وقد كان من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يستعيذ الإنسان من فتن أربعة بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا أخوانا، مهم جدا إن إحنا ندرك وإحنا بنقرأ القرآن محتاجين نتأمله ونعيش فيه. لما تنبسط كده وإنت بتقرأ القرآن حاول تقول هعمل إيه؟ طب الكلام ده كله
اللي احنا قلناه الان، ارجع وروح بيتك وشوف انت عندك كم فتنه من دول وكيف تكون النجاه. لن تكون النجاه الا بالايمان بهذا واتباعه، والايمان بهذا واتباعه. اسال الله جل وعلا ان يغفر لي ولكم. نعم. وهو برضو الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. منها يا حبيبي فين هنا؟ الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حد من إخواننا الكرام عنده أي سؤال أو أي إضافة أو أي استفسار؟ ويت بليز بليز ويت take all of them إن شاء الله عز وجل after I finish and make translate like you want إن شاء الله عز وجل. Don't worry. Okay. Don't speak. الله يخليك. If you want to be happy خليك معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نخلص. حد من إخواننا محتاج أي حاجة، عنده استفسار، عايز يقول إضافة؟ ها؟ أطفت عليكم، سامحونا معلش. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعل هذا كله في ميدان الحسنات، وأن يتينا الله جل وعلا الخير والبركات، وأن يكفر الله جل وعلا عنا السيئات والزلات، وأن يعلي الله جل وعلا لنا المكانة والدرجات، وأن يجمعنا الله جل وعلا مع خير البريات، وأن يجعلنا معه في جنة عرضها الأرض والسماوات. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ محمود يستحق الجائزة؟ لا.